نروح للكابتن اسامه. كابتن اسامه برحب بحضرتك. ازيك يا كابتن عمر، اخبارك ايه يا كابتن اسامه؟ وحشني. وانت كتير والله، ويعني وبرحب بضيفك حبيبي كابتن انيس بوجلبان منور مصر. الله يخليك اسامه. فينك فينك يا كابتن؟ متشوفش فيك في القناه. الشباب كله عندك يا انيس، والله منور قناه النادي الاهلي. الله يخليك. يقول لك يا كابتن اسامه كل الشباب عندك في الاشبال. ليه؟ بيقول لك كل الشباب عندك بقى خلاص. اه في برنامج الاشبال. طب كويس ان يعني انيس بيتابعه والله. لا يعني انا دايما بتكلم معاه والله، بيقول لي تابع قناه الاهلي على طول، بعرف الاخبار، بتفرج على كل البرامج في تونس على طول متابع. فهو بسم الله ما شاء الله، غير ان هو كان لاعب نادي الاهلي، هو محب ومشجع وعلى تواصل تام مع كل اللاعبين، زمايله ومع الاداره. وحضرتك عارف ان هو يعني بيجي مصر من وقت للتاني، ودايما لما بيكون موجود يا كابتن اسامه بنتشرف بيه وبينورنا. لا انيس يعني من وقت ما دخل النادي الاهلي عمر، وانا بحس ان هو يعني تحس انه متربي جوه النادي الاهلي. صح. اول لحظه انضم فيها وهو على طول انتجم مع اللعيبه، مع الجهاز الفني، دخل وسط اللعيبه، وحتى بعد ما يعني خلص لعب مع النادي الاهلي دايما ليه علاقه بمصر وليه علاقه بالنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان لما بيروح يلعب مباريات في تونس بتلاقي دايما انيس بوجلبان بيستقبل بقى في النادي الاهلي، بيسهل كل العقبات، بيعرفهم كل حاجه. فيعني فعلا ونعم الشخصيات انيس بوجلبان يعني. كابتن اسامه، اكيد الكابتن انيس زي ما احنا قلنا ان هو كان اول تونسي يبقى موجود في صفوف النادي الاهلي، هل ده كان عامل لكم شويه او مستغربين ان ازاي النادي الاهلي ممكن يفكر في لاعب تونسي او ازاي يتعاقد مع لاعب تونسي؟ وده الموضوع بالنسبه لكم كان زيه زي صفقه افريقيه مفيده وهتهم او هتفيد الفريق في منطقه نص الملعب، وزي ما هو مستر مانويل قال له ان انا جبتك قائد للصفاقس فانا محتاج لاعب تكتيكي يفيدني وكمان يكون قائد في نص الملعب. طبعا اكيد يعني انيس لما لعب مع الصفاقس كان من اللعيبه المميزه، وعنده يعني ما يميزه هي شخصيه النادي الاهلي. يعني ظاهره كمان وهو كابتن وقائد لفريق الصفاقس. حتى كمان يعني من الحاجات الحلوه اللي انا احكيها لك، انيس لما كان في الصفاقس خسر دوري الابطال. ما احنا اتكلمنا عليها شويه حلوين. ولما رجع عندنا هنا في مصر مع اول بطوله واحنا بنوصل فاينل خسر معانا. يعني فانا قلت له انيس والله بص يعني انت جيت معانا بس مش هتحلو علينا. بص يا كابتن اسامه ما قاليش دي، ما قاليش، بص ما قاليش، ما رضاش يقولها لي. لا انا هقول لك، ده من الحاجات الحلوه اللي مستر مانويل يعني قالها له. قال له احنا السنه الجايه بالرغم انك انت خسرت دوري الابطال السنه دي مع الاهلي والسنه اللي فاتت مع التخصصي، لكن السنه الجايه لازم يبقى عندنا تحدي، لازم تشتغل كتير عشان تحقق اللقب دوت. فعلا السنه اللي بعدها اشتغلنا كلنا كفريق، وكان انيس من ضمن اللعيبه المميزه كانت موجوده، وقدرنا السنه اللي بعديها ناخد دوري الابطال وهو كان موجود وسط الفريق، وعلى ما اعتقد كان في الكاميرون مع القطن الكاميروني. بس انا كابتن اسامه متخيلك لما بعد ما خسرت النهائي اللي هو كان كابتن انيس موجود فيه في النادي الاهلي، انا متخيلك ورد فعلك اللي هو قلت له منور يا كابتن انيس، منور منور يا حبيبي، منور يعني منور جدا، هتقعد قد ايه بقى؟ يعني اكيد طبعا يا كابتن اسامه، يعني كابتن انيس ليه ذكريات كتيره جدا، وكنا حريصين على ان حضرتك تكون موجود، واحد من اللعيبه يعني المجتهدين جدا المحترمين جدا اللي عندهم تاريخ طويل مع النادي الاهلي، ومفيش احسن من حضرتك اللي اتكلمنا عن ذكريات كابتن انيس او ذكريات النادي الاهلي. بس عايزين نطمن بقى من خلال حضرتك ورؤيتك كده لمستقبل وقطاع ناشئين في الفتره اللي جايه، تكون حضرتك واحد من المذيعين اللي موجودين اللي بيتولوا ملف الاشبال من خلال قناه النادي الاهلي. كابتن اسامه، لا والله انا بص يعني انا مش مجرد ان احنا بنعمل برنامج للناشئين او الاشبال في النادي الاهلي، فعلا النادي الاهلي مليء بالمواهب. يعني شوف انا معانا عندنا في قطاع الناشئين في شادي رضوان من اللعيبه المميزه اللي خد لو خد فرصه خلال الفتره الجايه هيكون متواجد، في عربي بدر، في مصطفى شوبير، في محمد عبد المنعم مساك، في احمد طارق سليمان في حراسه المرمى ايضا. يعني في لعيبه كتير، مش عايز انسى حد، لكن في لعيبه ما شاء الله مميزه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اهم حاجه الوقت المناسب انه ياخد الفرصه مع الفريق. صح. الوقت المناسب ان اللعيب يقدر يطلع امكانياته علشان يبقى ليه استمراريه ان شاء الله، ويبدا والبدايه مهمه انه يبدا يعلم مع جمهور النادي الاهلي. لكن كل اللعيبه اللي انا قلتها، وفي لعيبه ثانيه كمان يعني ما قلتهاش يعني جايه ان شاء الله خلال الفتره الجايه، لكن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي يعني لا، في عندنا مواهب كبير
كتيره وضيع كده. بص على كمان الفريق الاول، الفريق الاول هتلاقي في لعيبه كتير من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، في محمد الشناوي، الشريف اكرامي، في سعد سمير، رامي ربيعه، يعني انا مش عايز انسى او اذكر الاسماء كلها، في ايمن اشرف يعني. لكن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي على مر التاريخ دايما يعني هو الممول الرئيسي والاول للفريق الاول بالنادي الاهلي. كابتن اسامه بتمنى لحضرتك التوفيق وبتمنى لقطاع ناشئين النادي الاهلي بالتوفيق، واكيد طبعا يا كابتن اسامه النادي الاهلي دليل على كلام حضرتك انه دايما بنشوف لعيبه في الفتره الحاليه كتير بيكونوا متصاعدين للفريق الاول، ودي فرصه اعتقد ان مفيش اي لاعب في مصر يعني يتمنى ان هو يكون موجود في الفريق الاول، والفرصه دي تتحقق. فانا اتمنى ان شاء الله ان السياسه دي تكون هي السائده بالنسبه لقطاع الناشئين في الفريق الاول الفتره اللي جايه. كابتن اسامه حسني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا.